الحقيقة عايز أبدأ معكم التاسعة اليوم بموضوع بيهمنا كلنا وهو الاقتصاد المصري. ربما يكون الاقتصاد المصري من أكثر اقتصادات العالم مرونة، وذلك خلال السنوات الأخيرة رغم ما مرت به من تحديات داخلية وخارجية وإحنا كلنا متابعينها وعارفينها، وأيضا هناك تداعيات كتير كانت خاصة بجائحة كورونا اللي أثرت بشكل كبير على مختلف اقتصاديات العالم. المؤشرات كمان أكدها وزير المالية دكتور محمد معيط من خلال ما أعلنه من تحقيق فائض أولي بنسبة 1.46% من الناتج المحلي الإجمالي تم استخدامه في تمويل جزء من فوائد الدين العام، وده أسهم في خفض العجز الكلي إلى 7.4% من الناتج المحلي. وكان لفت أيضا إلى أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي ارتفع بميزانية 2020 و2021، مما أدى لزيادة إجمالي مصروفات العام المالي الماضي بنسبة 10% لتسجل 1.6 تريليون جنيه. طبعا الخبر ده بيبقى مهم، لأنه لما بنسمع بأنه في أي أخبار خاصة بالاقتصاد المصري بيبقى فيها نوع من أنواع كده الأريحية زي ما بيقولوا، وطبعا الأخبار بتاعت الاقتصاد المصري مش بس بتبقى معلنة داخليا، ولكن كمان عارفين أنه الشركات العالمية عينها كمان على مصر وهي نفسها بتقدم تقارير بشكل دوري. خلينا نروح لهذه المداخلة مع الخبير الاقتصادي ودكتور مصطفى بدرة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، كل سنة وحضرتك طيبة وكل جمهورنا يا رب طيب. وانت طيب وبألف خير، أنا دايما أحب كده أرجع لك وناخد وندي في موضوع الاقتصاد، فقول لي هذا الخبر كده اشرحه لنا بشكل سريع كده، محتويات الخبر وشوية طمأنة من حيث الاطمئنان على الاقتصاد المصري. اولا بيسعدني ويشرفني ان انا اكون مع حضرتك وفي التلفزيون يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. خلينا نقول يا فندم ان تصريحات السيد وزير الماليه طبعا بعد موافقه البرلمان على الحساب الختامي للعام 2021، يعني السنه اللي هي انتهت خلاص، اقرها البرلمان. الدوله يا فندم اللي هو الجهاز الحكومي، يعني السيد وزير الماليه وصف ازاي السياسه الماليه اللي هي مرت في جائحة كورونا، وطبعا الصدمات الاقتصادية اللي هي جات لنا من العالم أثر تداعيات جائحة كورونا. مثال على ذلك إن إزاي الدولة حافظت على إن يكون عندنا فائض أولي، يعني إن إحنا النهاردة ما يكونش في عندنا نوع من أنواع الإنفاق الكبير، ولكن إن إحنا اتبعنا سياسة الإصلاح اللي هي بتنتهجها الدولة في برنامج الإصلاح الاقتصادي على طول. تمام. وطبعا ده بالنسبه لنا ان الدوله بتقول ان هي بتحسن من الموارد، من الايرادات بتاعتها يعني، وبتحاول ترشد الانفاق. يمكن اكيد حضراتكم كل هتلاقي كل يوم كده الحكومه بتقول لك ايه؟ مفيش سفر، مفيش تعيينات كثيره للناس، مفيش النهارده انفاق لاي حاجه جديده، اللي هو بنسميه الترشيد، يعني الترشيد للمصروفات داخل الدوله. وطبعا الحديث ده على كل يعني كل اجتماعات مجلس الوزراء، والسيد الرئيس بيولي اهتمام بهذا الامر، وازاي ان احنا كمان نحسن الاستثمار. وطبعا السيد وزير الماليه بالامس يعني لما تحدث قال كمان ان العجز الكلي داخل الدوله في حدود 7.4%، ده شيء مطمئن الحمد لله. طيب حتى وقتنا وهنا اسمح لي يعني دكتور مصطفى اقف عند النقطه دي ونشرحها أكتر، يعني إيه لما أشرح للمواطن يعني إيه يعني انخفاض العجز الكلي؟ يعني عايزة شرح أكتر في النقطة دي. بمنتهى البساطة يا فندم إن إحنا عندنا في الموازنة، الموازنة دي زي موازنة البيت بالظبط، أكن الإيرادات أو الموارد أو المرتبات بيبقى في المصروف، الناس بتصرف أكتر ما بيجي لها مستوى دخل، فبيسمي الفرق ما بين المصروف الزيادة والإيراد اللي بيجي لي بنسميه عجز. يعني بمنتهى البساطة يا فندم، أنا مرتبي 10,000 جنيه بصرف 12,000 جنيه، بيبقى أنا عندي عجز كل شهر 2000 جنيه. تمام. هو ده المثال الرسمي للدولة. هو ده الانخفاض. طبعًا. آه. هو ده الإنفاق بتاعنا، الدولة يا فندم عندها تقريبًا بتصرف حوالي 1.6 تريليون جنيه مصري، وبتجيب متحصلات تقريبًا 1.2 تريليون جنيه مصري. ففي بيبقى عندها دايما في حدود العجز تقريبا ما بين 400 ل 450 مليار جنيه بتقترضهم من الشعب المصري. تمام. وده بنسميه استنادات واذون الخزانه اللي احنا بنحصل عليه.
تمام. طبعا الامر ده هتقولي لي طب ايه الاستفاده من الناس؟ لا انا هقوله لك كمان بصوره تانية، هقوله لحضرتك يعني كمان المشاهد البسيط اللي بيتابعنا في النهايه هو يعني ملوش علاقه بالارقام الكبيره، لكن عايز يعرف طيب لما يعرف ان في كلمه انخفاض بتدي راحه، فهل كلمه انخفاض بتعود بعد شوية يعني تأثيرها يشعر بيها المواطن في خدمات في أسعار في أشياء، يعني المواطن بتعود عليه إزاي؟ طب خلينا نقول يا فندم، ما هو بيعود على المواطن ده من جراء الصدمة الاقتصادية عن أزمة الحرب اللي في أوكرانيا وفي روسيا. صحيح. لما الأسعار ارتفعت يا فندم، راحت الدولة بسرعة راحت مطلعة من الفائض اللي عندها وقالت لك بدل ما ندي المرتبات 1.7 الجاي هنحسنها، لا خليها 1.4. صحيح. الفلوس دي يا فندم النهارده دي مليارات جابوها من الدوله، طبعا جابتها ده وعي من الدوله انها تعمل يعني توزن الموضوع على طول، يعني اول ما يبقى في خطر وممكن يضر المواطن فيبقى في موازنه على طول سريعه علشان المواطن ما يتاثرش قوي بالازمه الروسيه الاوكرانيه. مظبوط. طب وايه الحاجه الثانيه؟ غلى الاسعار يا فندم النهارده الدوله عملت ايه؟ استبقت الاحداث وبسرعه راحت جايبه مزيد من السلع الاستراتيجيه وابتدت تحطها في السوق. صحيح. النهارده الحمد لله حضرتك والعالم كله بيشهد لينا ان مفيش سلعه واحده ناقصه في الشهر الكريم. دي حقيقه. واحنا خاصه ان احنا في موسم ربنا اكرمنا، موسم رمضان وموسم اعياد اخواتنا كمان في الوطن. صحيح. اخواتنا المسيحيين كمان. صحيح. العيد عندنا، ففي زياده في الاستهلاك، ده امر طبيعي جدا، الناس بتفطر وكمان عندنا العيد كمان ان شاء الله عيد الفطر. صحيح. في اقبال على السلع. صحيح. احنا عندنا استهلاك عظيم يعني. بالضبط. ولكن الحمد لله اعتقد كمان ان المبادرات اللي قدمتها الدوله طوال الشهر الكريم ما خلت يعني المواطن ما يشعرش باي ازمات من اي نوع. طبعا. وتشوفي حضرتك النهارده الدوله سبقت قبل رمضان ب 10 ايام ونزلت السوق النهارده كل السلع اللي حضرتك بتشوفيها، ما فيش اي عجز في اي سلعه سواء. صحيح. تموينيه او لحوم. صحيح. او حتى اي سلع استراتيجيه من الناس بتحتاجها. صحيح. سواء بقى كمان بترول او غاز او ما شابه ذلك، ده فضل من ربنا. حتى فندم أكيد. كمان ان احنا أكيد عندنا والله. من يعني نتمنى الخير، وانا اتمنى يعني كل اسبوع لما بنلتقي في التاسعه يكون دايما عندنا اخبار تهم الناس وتكون اخبار عامه بشكل عام يكون فيها يعني اي تحسن او اي اطمئنان على وضعنا الاقتصادي. انا بشكر حضرتك جدا خبير الاقتصادي دكتور مصطفى بدره. طبعا زي ما سمعتم المواكبه اللي موجوده هي مش موجوده بس في مصر، المواكبه دي مواكبه الوضع الاقتصادي موجودة في العالم كله، فانت هتلاقي في كل نشرات الأخبار العالمية هتلاقي دايما تقرير عن الوضع الاقتصادي وعن الفاتورة اللي بيدفعها العالم تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية. فطول الوقت هتلاقي الدول بتقدم حلول زي ما مصر بتحاول طول الوقت، وزي ما دكتور مصطفى قال إن كان في استباق يعني، والاستباق ده بيتم من دراسة الأوضاع. أنت دايما عندك إنه الدولة بيبقى عندها عين دراسة الأزمة، والأزمة ممكن تكون بعيدة عنك بس أنت هتتأثر بيها سواء شئت أم لم تشأ، لأنه الاقتصاد العالمي في دايرة واحدة طول الوقت. فأعتقد إنه هذا الخبر اللي قلناه لحضراتكم بأنه انخفاض في العجز الكلي ده أعتقد من الأخبار الكويسة للاقتصاد المصري، ويمكن حتى كل الجرائد النهاردة والمجلات الاقتصادية الكبيرة عاملة تعليق على الاقتصاد المصري. تعالوا بعد شوية كده هنبدأ نعود وندخل معاكم في اجتماعيات رمضان، وطبعا احنا عارفين أنه الدراما هي اللي بتشغل الناس من الحكايات، لأن هي حكايات الناس، هي حكايات البيوت. يا ترى الدراما اقتربت هذا العام بالفعل من حكايات كثيرة؟ يا ترى قدمت بعض الحلول؟ يا ترى قدمت رسائل؟ يا ترى قدمت متعة؟ ده اللي هعرفه لما هيكون معايا النهاردة في التاسعة الناقد الفني طارق طبعا الشناوي، وهيشرفني وهناخد وندي مع بعض من خلال أيضا مشاهدات ومتابعات حضرتكم. فاصل قصير ونبدأ معكم ونواصل التاسعة، تفضل. إن القوات المسلحة تعيد وتكرر الدعوة لتلبية مطالب الشعب. أنا مش كافر، أنا مش مرعب. وتمهل الجميع 48 ساعة. فضيلة المرشد أعلن النفير العام لكل الإخوان. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. كل اللي عندك من حق. بس ده مش حق، ده كده يبقى طمع. ما تخافش، أنت مش محتاج سلاح. يعني احنا قسمنا كل حاجة في القصر ده عشان اخلص من خلقتك انت وعيالك.
يبقى الحال على ما هو عليه لحد ما نشوف مين فينا اللي هتزهق. إذا الشك دخل في قلب الراجل يبقى العلاقة انتهت. أنا هفضل في نظرهم ست بتخون جوزها. النار اللي بتتكلم عنها دي لو سبناها هتسرح لحد ما تحرق في عيالنا وفي بيوتنا وفي بلدنا كمان. الشغلانة دي مدياني الفرصة إن أنا أعرف أشوف مصر من جوه بتفاصيلها. أنت عايز تدخل جوه عمق داعش وتحرر واحد من رجالتنا في ساعتين ونص؟ هيشكوا في بالنا أنت ورحيم. هجيبك لو كنت فين أنت وهو. أنت كويسة؟ انزلي دلوقتي من العنبر الضيق وراه مفيش بني آدم يلمح. حنهم يا كبير. خلص بيت أبوك. أنت مين يا دي واكلهم يعني؟ أي يا كبير. مرفوحة؟ مسلسل كل ما بتتفرج على الدراما بتحس ان انت عايز تفضل تتابع. معايا في الاستوديو الناقد الفني استاذ طارق الشناوي اللي طبعا هيكون في ما بيني وما بينه صولات وجولات في الاعمال الفنيه. ويمكن احنا بعد مرور النهارده اليوم 19 هنتكلم عن حاجات كتير جدا في دراما رمضان اللي حضراتكم بتتابعوها كل يوم. برحب بيك ومساء الخير. مساء الفل. كل سنه وانت طيب. وانتم طيبين. كده احنا تقريبا خلاص بنتكلم على العشر الاواخر والنهارده الحلقه 19 في كل الاعمال. فانا عايزه الاول نتكلم عن احنا امام موضوعات كثيره جدا. الدراما بشكل عام السنه دي الحقيقه مميزه والناس اعتقد مش عارفه تتفرج على ايه ولا ايه. وده شيء كويس ان الناس طبعاً تختار، يبقى عندها فرصه الاختيار. انا عايزه ابدا اللي يمكن ختمنا بالمشهد اللي كنا بنشوفه بتاع الكبير. والكبير عامل ضجه زي ما الاعمال الكوميديه السنه دي منوره على شاشه رمضان. ده صحيح. احنا اتحرمنا الحقيقه في السنوات الاخيره من معنى الكوميديا بنسبه كبيره جدا. كنا بنشوف تهريج والتهريج بالمناسبه حتى التهريج له قواعد. يعني في تهريج معقول وتهريج دمه تقيل. والتهريج دمه تقيل في ده كان اللي فات، كان تهريج دمه تقيل حتى خصوصا يعني المصريين دمهم خفيف. فلما يعني نهرج بشكل بايخ الشعب المصري ده شعب دمه خفيف. صح. فانت لما تيجي تعمل كوميديا خد بالك ان انا وانا بتفرج عليك انا شخص كمان دمي خفيف زيك يعني. حتى على التهريج ما كانوش ناجحين الحقيقه. فكان خلاص يعني بدات الدنيا تحسي انه طب فين قوه مصر في كبار النجوم كوميديا اللي احنا عشنا عليهم. ما فيش. السنه دي بقى الحقيقه الاعمال الكوميديه كتيرة ومبهجة ومفرحة وجاذبة. طيب خليني أنا هاخد بالثلاث حاجات. أوكي. مبهجة. مين ينطبق عليه مبهج؟ المبهج هو الحقيقة مبهج وجاذب في نفس الوقت. هيبقى الكبير قوي. الكبير قوي. إيه عناصر البهجة اللي موجودة في الكبير السنة دي؟ بصي عودته أولاً. أنا بقول عودته. يعني عودته بعد الزمن دي أول السنة حاجة. السنة اللي فاتت كان عامل دور عبقري في الاختيار طبعا، وكان هنا الممثل أبو دم خفيف. يعني كمان صحيح ممثل دور ظابط كده لكن صحيح. كان مديله مسحة كده تشبه ميكي. المرة دي بقى الكبير قوي قيمته في إيه؟ أولا إن إحنا الكوميديا أكتر حاجة تعرفي إن ده عمل كوميدي ناجح من الإيقاع. أول ما تحسي الإيقاع عمل لك مشكلة في التلقي يبقى وقع. إيقاعه لاهس متدفق. كل حلقة فيها أكتر من آيتم بيلعبوا عليه، آيتم كوميدي. البطل برغم أنه هو بيعمل ثلاث شخصيات أحمد مكي لكن هو على استعداد أنه مثلا رحمة أحمد تبقى هي البطلة وهي اللي يقفل بيها الإفيه بتاع المشهد. في خيال وفي مخاطبة كمان حديثة. يعني حتى زي ما انت شايف المشاهد اللي على الشاشه دي لكل الالعاب العالميه اللي الشباب بيلعبوها وعشان كده عامل تاثير جدا مع الشباب لانه حاسين بالحداثه انه يعني بيتكلم على اخر لحظه بالظبط. يعني اخر حاجه النهارده مثلا كان بيتكلم على موضوع السوشيال ميديا وازاي ممكن انا عارفه عشان بيقولوا لي مش العاب بس هي انا عارفه تقريد المسلسل بس عشان هو جواه كده حركات والعاب فالشباب مبسوطين بيه جدا يعني. وهو بيغني وبيرقص وبيعمل كل حاجه ومجهود كبير على بالك. احمد الجندي كمان ما نقدرش ننكر المخرج طبعا عامل شغل هايل لانه موظف كل ده لانك انت مش مجرد حوار كوميدي بيضحك لا. لازم الشاشه بتفاصيلها بالاضاءه تبقى مبهجه بالحركه كل ده تسكين الممثلين
رحمة أحمد نجمة كبير يعني يعني عملت برضه شدت انتباه الناس، هتبقى احد نجوم رمضان في المطلق كمان. يعني بتكلم ايه النجوم اللي ممكن نشوفهم في رمضان لاول مره؟ طبعا رحمه يمكن عملت حاجات قبل كده، لكن اول مره تعلم مع الناس كانت المره دي، لانها عملت حاجه مهمه قوي. هي طبعا دنيا سمير غانم من اهم الممثلات والنجمات عندنا. طبعا لما بتدخل حد مكان حد بيبقى في مقارنه. هم لغوا المقارنه. يعني هي مش داخله في مقارنه، لا طبعا طبعا، هي بتعمل تلعب في تراك تاني، تلعب في تراك فده تاني. ده اللي نجح. طيب أداءها. اكيد يعني هيجي سريعا بعد ترتيب الكبير. رتب لي سريعا قبل ما اطلع فاصل. نرتب ايه؟ رتب لي كوميديا. الكوميديا في عندك يعني اكرم حسني دايما عامر. دايما عامر مصطفى شعبان داخل في في في, في الكوميديا لانها كمان لها وجهه نظر. بتتكلم على التنمر داخل المدرسة. صح. فبتقول فعلا رسائل كل شوية مهم. ورسائل بدون مباشرة. فده جزء مهم جدا في الكوميديا. عندك أيضا يسرى. لا يسرى عاملة كوميديا بجد وجديد على يسرى وحلو وكمان معها شيماء سيف ومعها انتصار ومعها غدا عادل. الحقيقة المجموعة مختارة جدا بعناية يعني أعتقد كمان عمرو عرفة وهلا وهلا اللي كاتبة النص كاتبة كويس قوي. يسرى يعني يسرى عشان هي ممثلة هي اللي جواها رغبة انها كمان تتجدد. تتجدد ازاي؟ انها 180 درجة فالشخصية، لانها الكوميديا دي على تراك ممكن تبقى تزود سنة بتاعتها لا هي ممثلة أو تبقى حلو. هي بتمثل اعتقد. هل انا اقدر اقول كمان على عمل يسرى واحنا شايفينه على الشاشة برضو بينطبق عليه فكرة البهجة؟ صح. وهلا خليل دايما بتحب البهجة يعني انا ما بنساش ابدا اعملها لخليل واحلى الاوقات يعني عملها فيها مسحة بهجة بس عندها دايماً هي المرة دي كاتبة بس. ورغم ذلك يعني الحضور الكاتب ممكن نحسه لا محسوس. الديكور حتى ألوانه مبهجة، تصوير التتر بتاع عمرو عرفة لمنطقة الزمالك يعني تحس كده الله إيه ده، إيه المباني الحلوة اللي موجودة في مصر دي. يعني مثلا لما كانوا رايحين مزاد طبعا أنا مبسوطة عشان دي منطقة بتاعتي اللي أنا عايشة فيها فسعيد، نادي الجزيرة يعني في حاجات حلوة كده. هو كمان بيعمل مفردات عمرو، مثلا رايحين مزاد فتلاقي كل واحده لابسه باروكه لون واحده زي ازرق واحده احمر واحده بني يعني والنضاره مش عارفه ايه يعني حتى بيحاول هو يضيف. طيب قبل ما اطلع بريك اكرم حسني. اكرم يجي بعد كده بعد الترتيب مكتوب. بصي مكتوب عليا فكره حلوه بس هو قيد نفسه من الاول بمفرده مكتوب عليا، فعشان كده ممكن حلقه تعلى وحلقه تنزل. يعني هي دي مشكله القيد المبدئي. تبقى ستو أنا بقى هي اللي عاملة هيسة على السوشيال ميديا. طيب خلينا نروح زي ما حضراتكم متابعين هتابع مع حضراتكم أيضا هنكمل كلامنا عن موضوعات رمضان. عندنا الدراما الوطنية وعندنا كمان دراما الموضوعات الاجتماعية المهمة السنة دي اللي بتقفز الحقيقة قفزات كثيرة جدا، هنقف في الكلام كتير معاها. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا عن الدراما ونشوف يا ترى هنقرب للحاجات اللي عجبيكم واللي انتوا شايفينها ولا الناقد الفني أستاذ طارق الشناوي هيبعد عنكم، لأنه كمان جمهور المشاهدين وجمهور السوشيال ميديا أصبح بينافس النقاد أحيانا. لينا بعد قليل. رجعنا تاني للتاسعة مع حضراتكم في ضيافة التاسعة الناقد الفني طارق الشناوي وبناخد وندي في الدراما. طيب نروح للدراما الوطنية. الدراما الوطنية السنة دي كمان مميزة جدا، يعني أولا عندنا دراما تاريخية وثائقية وبتعمل مفاجآت كل يوم وده الاختيار، وعندنا كمان دراما مهمة جدا ملف داعش. فكلمني عن الدراما الوطنية السنة دي. أنا رأيي أن الاختيار وصل للذروة. الجزء الثالث هو أعلى نقطة ممكن يصل إليها العمل الفني اللي هو ماشي على الطريقة الموسيقية كريشندو بيتصاعد. البناء من الأول من الجزء الأول ديكيو دراما في الجانب التوثيقي والجانب الدرامي. المرة دي وفي الثاني زاد شوية الجانب الوثائقي. في الثالث سيطرة الوثيقة لسبب حتمي. أن أنت بتتعامل بوثيقة لأن أنت داخل في مناطق حساسة جدا. كل يوم على الأقل في تسجيل لا يمكن أن يتطرق الشك إليه بيدينا صورة للوطن كنا رايحين فين. طبعا كنا رايحين وإزاي وبوثيقة مش بخيال كاتب. لا بوثيقة لا تحتمل الشك. فإحنا كل يوم اللي بنشوفه ده بيدعم
الإحساس اللي كان الوطني اللي كان عند المصريين إنه كان في كابوس وكان يجب التخلص منه. المرة دي كلنا يعني يمكن الدولة كانت شايفة لأن هم عندهم الأجهزة كانت شايفة. أنت كمواطن ما كنت شايف، كنت حاسس إن في فساد، في حاجة غلط، انت في ظلام. أنت عارف يا طارق وأنا بتفرج أنا قلت إيه يعني أحيانا وأنا بتفرج هنا بروح المشاهدة يعني زينا زي المشاهدين، فأنت بتقول معقولة احنا كنا عايشين بناكل ونشرب وننزل وكنا بننزل مظاهرات ضد الاخوان وكله، بس انت ما كنتش عارف كم الخطر الكبير على الوطن. انت عارف ان انت عندك خطر وان الدنيا مخنوقه والناس مخنوقه، بس انت ما كنتش شايف ده. فلما بتشوف كمان التسريبات والاشياء الوثائقيه بقى اللي بتقدم في الحلقات ترجع ورا وتقول لا انا كان عندي دوله في الظل تحميني. ايوه مصر كان فيها دوله ظل كبيره لان كان الوطن بيتباع والشرف بيتباع والارض بتتباع، وبعدين لما بتلاقي رئيس جمهوريه بيجي خيرت الشاطر يملي عليه هو قاعد كده والتاني بيقول له ونعمل كذا وكذا وده قاعد كده ايه ده يعني ازاي كيف تحكم؟ مش بس المرشد، لا خيرت الشاطر كان هو اهم شخصيه بتحكم مصر وداخل على كل الاجهزه. ده حتى يعني اكتر من الرئيس المعزول يعني انت طبعا كان هو المسيطر على كل شيء، كان بيديله ارشادات وقرارات وهو كان واضح ان هو كان اكثرهم حنكه يعني هو اللي فاهم داخل ازاي وهيعمل ايه، فكان بيملي ارادته على مرسي. لما تلاقي انه الامن القومي ما كانش بيهمهم الانسان المصري انه يموت، بس يا رب بس ليه يموت؟ هما اللي يهمه هو النفوذ والسيطره على الدوله والاخوان تنجح ويعمل كل تاني ملوش علاقه بالجيش بتاعنا ودوله تانية واحنا والشعب ده اللي عايش ده مش موجود. هم عندهم قناعه ان عندهم جزء فقط هو ده الشعب، لكن في 99% 95% على الاقل مش دول. طب دول يعملوا ايه؟ كان هيعمل معاهم ايه؟ كان هيبقى في دماغ. تكلمني عن اداء الفنانين في الاختيار. اولا عندنا نجوم صف اول كلهم موجودين في الاختيار والحقيقه كلهم اجادوا. اولا يعني في الجانب المصري وفي الجانب الاخواني، والجانب الاخواني ده صعب لانه اكيد صح. كل نجم يبقى مش عايز يعمل الدور، بس علشان يروح للدور ده ما هو مين هيعمل ادوار الشر؟ ما احنا محتاجين لا. برضو نجوم لادوار الشر. لا فكلمني بالعكس. على النجوميه في الاختيار. بالعكس الفنان اللي لازم يشوف الجوانب اللي تخليه يتحمس يعني صبري فواز تحمس لاداء دور محمد مرسي لازم هيلاقي فيه حاجه عنده تحرك الوهج الممثل عشان كده بيعلى. اعتقد خالد الصاوي بقى عارف يوصل خيرت الشاطر. خالد الصاوي في خيرت الشاطر هنا يعني قمه القمه لانه خيرت له تسجيلات كتير هو شافه وسمعه لكن في الاخر اضاف حاجه تجعلك تقول انه خالد الصاوي هو خيرت الشاطر مش حتى المشاهد اللي شفناها وثائقيه هي خيرت الشاطر. من ياسر جلال كان مفاجاه للمشاهدين كلهم. ياسر استاذ يعني ياسر ازاي قدر يعني اولا صعوبه انه يتقمص الروح صوت الرئيس اداء الرئيس طريقه كلام الرئيس وكمان ان انا يعني اقولها لك بصراحه يعني انا لو ممثل انا طالع انا كمان بمثل لدور مهم كده وزير الدفاع في حقبة صعبة جدا فاللي هو حاجة بصي صعب. فياسر جلال الحقيقة ياسر لأنه ذكي وعنده خبرة فهم أن التفاصيل الشكلية والحركية والأدائية دي يتقنها لكن ليست هي الموضوع لأنك بعد حلقتين ثلاثة خلاص لكن اللي عمله هو الروح الوجدان فأنت يعني شايف الوجدان حاسس بالوجدان ده اللي إدى للإبداع منطق وكان مهم لانه الحقيقه الاحداث في الحقبه دي في الكم شهر دول كمان كانوا مهمين جدا طبعاً اللي هو طبعاً شهور الخلاص زي ما بنقول يعني وكل لحظه كل لحظه فيها احساس ما فيها منطق ما بس عايز اقول لك حاجه كمان استوقفتني الحقيقه لغه الخطاب اللي هي بين مثلا وزير الدفاع وبين الرئيس الجمهوريه دايما تحسي انه كان الخطاب فيه احترام ودي وده الضبط والربط العسكري طبعًا. يعني انت ما بتكسرش اي حاجه كده لا طبعًا. عنده شايفين وعارفين ان في مشاكل كتيره عاملها لكن تلاقي كان في انضباط. الجزء الثاني المهم انه لم يقدم الرئيس الاسبق بشكل ساخر وده كان مهم لان ممكن في رؤيه ما احنا كنا بنشوفه ايه طبعا لان انت امام عمل جاد كمان صح. انت بتتكلم عن التاريخ والتوثيق فانت امام عمل جاد لا وكان في يعني كان في الثقافه الشعبيه انه ده راجل يعني هننكت عليه لا
هم قدموه بشكل كما هو هم قدموه كما هو بشكل جاد كما فوصلت الرساله تماما يعني. طيب الساده الضباط بتوعنا نجومنا الضباط الثلاثه كريم عبد العزيز واحمد عز والسقا بصي الثلاثه مش تمت رسالة بيهم قد يكون ممكن يبقى التفكير في النجوميه لكن بعد كده النجوميه بتسقط بيبقى الاداء فهم عاملين تحت ثلاث ادوار هايله طبعا كريم وعز والسقا يعني ده الروح الوطنيه غالبه عليهم طبعا طبعا طيب رايك ايه في العائدون يعني امير كراره وامينه خليل واعتقد انه كيمياء حلوه قوي بين امير كراره وامينه خليل كمان انا شخصيا انا كشفكي سعيده كمان في العائدون بشيء يعني سعيده بان انا اشوف بنت على هذا القدر من العلم والتعليم وان هي تبقى كمان محركه للاحداث في 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 جهاز للمخابرات يعني ده شيء يسعدني انا طبعا احنا عندنا اتنين نجوم امير يعني هو نجم الخمس ست سنوات الاخيره حقق قفزات ونجم جماهيري امينه انا بشوفها هي النموذج للبطله النجمه في مصر يعني سنتين كده هتبقى هي رقم واحد عندها كل المقاومات دي الجمع بينهم كان ذكاء من احمد نادر جلال المخرج واحمد في افلام الحركه يعني رصيده صحيح في جزء فيما يتعلق بالحركه بافلام الاكشن رائع العمل الفني ضارب على كل المستويات وبعدين في جرأة في التناول وفي المشاهد طيب انا عشان سريعا جدا خلاص الوقت الدراما الاجتماعية عندي فاتن أمل حربي ما زالت تريد حلا وبتفكرني جدا بفيلم سيدة فاتن حمامة أريد حلا وهل هتنجح فعلا بأنها يعني تلفت الانتباه لتعديل في قانون الأحوال الشخصية مؤكد مؤكد وكل اللي بنشوفه ده من ضربات بياخدها المسلسل من عدة جهات ومحامي يمكن معدي كده يروح برضه رافع دعوة حد كل ده بنشوفه ولكن بيؤكد على ان في النهاية حتى لو دراميا انتهت انها الدعوة زي ما فاتن حمامة في أريد حلا النهاية كانت ايه انها رفضت الدعوة حتى لو خسرت امام القضاء لكنها امام محكمة الشعب كسبت انها هتحرك شيء مؤكد كبير جزيرة غمام سريعا أيقونة رمضان الحقيقة أيقونة رمضان عبد الرحيم إبداع شديد عبد الرحيم كمال وحسين المنباوي وإسلام عبد السميع والعمل موسيقى اسمه مؤنس هو الحقيقة عايز حديث لوحده وعلي الحجار عايز نقعد نتكلم عليه في العيد ده صحيح ده صحيح هل نجح محمد رمضان هذا العام؟ لا كان عنده مشاكل كان عنده مشاكل مشاكل بينه كنجم وبين مخرج عبقري زي ياسين ما قدروش الاثنين ما قدروش يوصلوا لمرحلة متوسطة ففي حاجة على الشاشة مين نجمة كسر. رمضان؟ من طارق الشناوي يقول هذه هي نجمة رمضان بالنسبة لي نيلي وأمينة خليل نيلي وأمينة خليل مين نجم رمضان أو عشان الرجال عاملين أكتر من دور رجالة كتير الحقيقة بس مش يعني طلع الاختيار طارق وعندك أنا طلع الاختيار طلع الاختيار بقى طارق وأحمد أمين طارق وأحمد أمين وشريف سلامة كمان شريف سلامة طبعا كان مبهج جدا من نجوم الوجوه الجديدة الصغيرة رحمة أحمد الكبير كسبت وطارق مش طارق قصدي نور خالد النبوي من المخرج اللي فاجئنا؟ هي المفاجأة كانت عكسية أنا كنت مستني مفاجأة إيجابية فكانت عكسية أنا فهمتها محتاجة نتكلم عليها بعدين إنما المفاجأة كان أحمد الجندي في مكي في الكبير قوي مفاجأة لأن هو اشتغل كمخرج بجد عمل كوميدي هل شفت مصر جميلة في رمضان؟ وعندك حسين المنباوي ما أقدرش حسين المنباوي طبعا ده جزيرة غمام عايزة حديث لوحدها هل شفت مصر جميلة في دراما هذا العام؟ شفتها جميلة أنا شفت مصر عنوان دراما 2022 تختم إيه؟ تقول إيه؟ إيه العنوان اللي أختم بيه؟ عودة الجمال عودة الجمال الناقد الفني طارق السناوي احنا لسه محتاجين حديث كتير تكون معانا باذن الله في التاسعة بشكرك شكرا جزيلا كل سنة وانت طيب وسعيدة بان احنا بنتكلم على موضوعات مش ملاحقين نقول ايه حلو وايه معلش لان الجميل كتير الجميل انا هاخد من الكلمة اللي قالها الناقد الفني طارق السناوي عودة الجمال بموضوعات اجتماعية مبهرة وموضوعات ايضا وطنية وكوميدية وهو ده الفن الناعم هي دي رسالة الفن المصري حنتوقف الآن غدا لنا لقاء في التاسعة وأشكركم وأترككم مع باقي مسلسلات رمضان على شاشة الأولى أما أنا فمني ومن التاسعة تصبحوا على ألف خير.